في الاصل عندي قصص كثيره مع الدرك الملكي، مثلا في رمضان وقفوني جوندارم ديال فاس ما خرجش في البياج، السلام عليكم السلام، قال لي زيري لي من ديالك ستي كاميك واجي. وهاي لي جوندار نورمالمون السلام عليكم وريقات. كنشكروك حنا عرفنا جدارمية كاينين هما كاينين هنا، دابا نديرو لهم التحية ونعطيوهم الديديكاس ديالهم مع المباشر. المهم قال لي زيري لي من ستي كاميك واجي، ديال الكاميو مشيت عندو لا جودان ديال فاس، تحيه كبيره لا جودان ديال فاس والجوندارم ديال فاس اللي دازو في فاس الفتره اللي كنت انا في لابان خضر، تحيه كبيره ليهم. وقال لي مشغولين دابا، اصلا كاين غير واحد بناتي، كاين غير واحد، كاينين جوج لاخر راهو مخبي لي، درت لهم الكلاكسون ولكن ما هزش عينو والاخر ما مشغول مع هادوك، والاخر اللي كان مشغول في التليفون هز عينو، عطيناه السلام وصافي. تحيه كبيره ليهم الله يسهل عليهم حتى هما. كي جيت قال لي غتمشي للطوموبيل رايه وغتهزي تفطري، قلت له راه فطرت، راه ماما دارت لي الفطور، راني دزت للدار خديت الفطور ديالي غير جيت للطريق ووقفت فطرت وعاد كملت لهنا. قال لي غتهزي وغتدي معاك انت، واخا فطرتي مازال تبعك السحور غتهز، مازال تبعك العشاء تبعك السحور غادا تهزي وغادا تدي معاك. وقلت لهم الله يخلف والله الا كليت، قال لي والو غتهزي صافي. غديت من عندهم شي حاجه خفيفه وزدت، وفي نفس البلاصه من نفس البياج ديال فاس نيت ديال غرب فاس عاوتاني جوندارم، كنت واقفه تما غادي نعس حداهم بالليل، جاب ليهم واحد من الطوموبيل، جاب ليهم دانون والماء وداكشي، جا درت انا كندور بالكاميو بحال هكا وما يجي ويدق عليا الجوندارم، السلام بخير لاباس الله يحفظك، قال لي بسم الله، عطاني ميكا فيها الماء فيها دانون فيها هذا صراحة. وخات لينا عاوتاني في طريق الحسيمة، كنا كنديرو الناظور الحسيمة، وقفونا عاوتاني الجوندارم قالك حتى تفطرو معانا عاد غتمشيو في رمضان نيت، قالك تفطرو معانا عاد تمشيو، كنت انا والدراري وقفنا فطرنا معاهم. صراحة هما كيأديو الواجب ديالهم، هما ناس الجود والكرم، فيهم ولاد الناس بزاف كثر من القياس، فين ما مشيتي كاين الصالح والطالح، ولكن هما بالضبط فيهم ولاد الناس بزاف. بكل صراحة تقدير كبير كيقدرونا حنا الشيافر، حنا كذلك كنقدروهم وكنعزوهم، كيتعاملو معانا كيعطيوك فرصة. خويا دير السينيال دير السينيال، حشومة كاع ما كنتسنى فيك من نيتي حبيبة، كتعبري البنوات في الصحة والراحة، دير اخويا السينيال واش مقراوهاش لك، زعما راك سائق مهني في كوبات، زعما راهم سائقين مهنيين، انا كنختصر من وسط ستاسيون. ايوا كيف ما قلنا، تحية كبيرة للدرك الملكي المغربي، وقصص عديدة ومتنوعة، وكاين اللي نسيت عليها وكاين اللي عاقلة عليها وكاين اللي قلتهم وكاين اللي مازال غادي نقولهم، وكلهم صراحة كاينين شي قصص اللي ما قدرتش نقولهم حيتاش كانوا فيهم تعامل طيب بزاف بزاف اللي ما غاديش تقدر تقولهم طبيعة الحال، وما كاين التسامح طبيعة الحال بزاف، ولكن كاين عاوتاني قانون يطبق على الجميع. تحية كبيرة للدرك الملكي المغربي، مغديش نهضر كثر، المهم كنقدرهم كنعزهم كنفتخر بهم، بأنهم جنود مجندون في خدمة الوطن في خدمة الشعب، تبارك الله عليهم كيبقاو فيا. وغنعاود قصة واحدة أخرى.